الذين لا يغسلون الورد تيري دارا لا الخرا الميتين وتيري ثنارا امزوارو الشهيد اغرزق ربي الشهاده زملوهم بدمائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الامام النسائي زملوهم بدمائهم يعني الشهيد كان كني الصريف او الصزكه ور السيريد ور تزال فلاس اما ثبتنا الشهاده والسناقيد ذي غزه فلاسنا فوا ربي تمثلنا نقرو ما كيف ولا مثل الشهاده لا يغسلون ولا يصلى عليهم بين الخير كومبلي ان شاء الله تعالى لا النبي عليه الصلاه والسلام شهداء احد مثل يوم راكين يزملوهم بدمائهم لا تعطس يعني الاحاديث في هذا الباب الوذ ويسن تيري دارا فاقد اكثر جسده انا كدني غيون هذا الشهر يزم الماكسيموم الجسد ديال الانس يروح لان العلماء ديالنا اكثر من الثلث بلوس دانتير اكثر من الثلث وقريت سيري دارا وسلاثة السقط يعني ثمتو ثم دغلي ثاديست مازال نكمل لوفاني ثغلي ثاديست وينا اريد سيري ونزال في الناس ولكن اذا استهل صارخا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما الا يفرسي تعبط قماس يخدم فانت فلسطين سيني دوفي علامة علامة الحياة إما يسوع نغيض صاد نغيض فوسي ذينا خلاص ذينا أثن السيرد وانصر في الناس ولكن ما إلا فريستا في استمازالي إنك ملاكني يلول دي موث يلول دي موث ورثن السيرد وانصر في الناس ويصر مع الكافر الكافر محروم ويس خمسة المرتد وين يجي الإسلام أكيد هذا وضع كارثي وكذا كي يجي الإسلام وسعينا راه الحقوق تسلسنا راه وقت تسلسنا راه ولكن بعد التبين والتحقق من تحقق باللي يون يجي الإسلام لثي ثورة قارن يغال ذا مسيحي أسيد دينيس اسمي صحان مرتد معناه ترك الإسلام فصار مرتدا وقي ورثن السيري ورثن كفان ورن ظل في الناس في كل أحكام في النهضر فيما سبق في الناس إزمان الديني ون ثارثة في خي ثارثة يا عجبة بون ما عليش وتظل في الناس يتاني سير تسمى تنسيري ذا لا الكافر ولا المرتد زرا ما يغار خطر تغسيل الميت عبادة الكافر والمرتد ليس من أهلها تكور كليرينت وستهدر العبادة بتاقي تقول العبادة سنسكرة نثني جيتو ذر سن وقفلنا الإسلام يا خاتم فرما بالسيف لا حرج عليه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يولد فصا بيستولي ولا اكفر بالله نورمال يكفر عادي ربي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان مادام مكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا الحديث يفيد رفع الاثم ورفع الحكم ما يلايو المكره بالسيف هي ما سلف غيس لكن كاين فلاد ولا هذا مسيح الى سيم سا ريسبونسابيليتي لا يغسل ولا يكفر ولا خاطر يرد الدنيا غير مسا تاكي دي فوا تسي الحرج تشوف الشيخ الجامع اسيني الشيخ انت دارث او ان يموثن خدمك ياكو الا اخو مي لقيت الشيخ ما تفرا اخو نورمال خرجوني خير تفرض ولا تخدم 19 حاله من الذل في كيراون درس لي عدال الامام الذي اتصل حكوا غير بالك وقال سلسلاله هناك ثاني موثي والمرتد كذا وكذا وكذا لو قاسي قرن زال في الناس مش هكا زور ذاك في الغاشي وقي نستا دارت باش ياكل غاشي زرب لي مرتد انت مرتد يعني ناس ولدي خدمنا التليفون
تقول لها سات تكنولوجيا تليفونات السلم الناس ماشي واحد شي ولد الغاشي الحضر باش نزر الوكيل نزر شو ذا اذا كنت تحمل مسؤوليتنا انت قلت سي ربي سبحانه عز وجل نبقى ما كاش مجامله على حساب الدين ما كاش مجامله على حساب الدين يخدم التليفون اذا غاست قصير ني راسل ستامزور ها ترى مرتد الغلا نغش كي تشوكم يزمر يولي روح اني تديو روح الانجليز باش اثنيسين باش اديو المعلومات باش ادي استقصي في لا بيبل ماشي غادي تولى ماشي هو كي مرتد لا اتونسيو جماعه الخير الى قد تحقق نغادي يسولي بيود الخبر كان كابيبري اذا غتفلو في الناس لا ربي القرني يعس على الماغي نميطو داش كيت إن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أتنسيون سلتو أمر العقيدة باش تصفى اليوم سيدين ماشي دين سهل دين وعرس وطاس أتنسيون تصفى سيدين فبالتالي لا يجوز تصفى سيدين على اسمي ديننا متحقين وفكانت شهادة وكذا ليش وقي مرتد معه وفي توسل يروح الإنجليز يقارص نورو من غرا سالإسلام خلاص ناس الشيخ يمالا لا يجوز وتظلم في الناس وتسيري ذب وتستخدم الكفان لا يدفع في مقابر المسلمين وكذا وما لان ديننا غثني في إن شاء الله ما زالتني في ثمور ثنان إلا قد طبقا فقيد فتوى الشرعية والسلام ما في مولاني سوح ثلاث غرص قطرت جرفاس سجمة أسباب ما عليش فدثك شوية سيدي مولاي ماشي غادي تقطعوا مولاي خاطر ماشي نجا ثاني السبب باش نخدم الفتنه لا نخدم طراد الغشوالي كان ولكن الحقوق النظام اسقطها عن نفسه في حياته الى سيو يتحمل انا في وسط بارك الله فيك القاتل معليش مادام بك مثلا كذا سقسي غتصفي لي سويسيدي خاطر الدرس بواسا والدرس واحد شهر نهار طاس التفاصيل يشدن الجنازه يمثل غير كاين غير مانيس سويسيدي وين السويسي دينايث مثل ما إلا نسمي الثينسل تجري عليه أحكام الإسلام ستادير أثن عامل ثينسل يأكل دروا إسعى لميزي المواثنياوي كومبلي عندك حاجة صلت عليه ند العلماء لا يصلي عليه عالم وكان العلماء الملكين ولا إمام ولا إمام سمحت لا إمام أي غار خطر ميزور فلس الإمام ما كان سيكونفيرمي الله يصلي واحد عليه من عموم الناس ستا مساج أسمس أزرلاش قال ولدي ميشاقين أخي ميشاقين هاشو يخدم مكا ثورا يموثين السلام نزل في الناس وكل شيء إلى آخره ولكن واحد من عموم الناس يمسك مدوكاليس يومنا كيسن تظلي ثامك هذي ظل في الناس وخلاص هذا مكان وقي الفتوى معتبرة في فقه الإمام مالك ولكن سمحتي ما تشمي يضغط ذي الإكستريميست كيني مدى من غيماني سلغى ما صليوش عليه وما نحضروش في جنازته لا يضعف يضعف من غيماني أين يخدم ورجوزارة ربي القرن الناد لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ودو الله خيرا تفاصيل شد درس ويض فإن إعلان يعني في مسالة جمال